نبدأ بقى بمباراة المغرب، لأن ده مباراة صعبة جدا، مباراة لازم فيها زي ما قلت الاستعداد الجيد من أمور كبيرة جدا خاصة بوجود النادي الأهلي في المغرب، التدريبات، الإقامة، بعض الأمور الفنية اللي الراجل لازم يشتغل عليها من النهاردة. هو الماتش مش هيكون سهل طبعا في الملعب اطلاقا، لان الوداد فرقه كويسه وعندها لعيبه بتعرف تلعب كوره كويس، وحتى احنا شفنا في الماتش بتاع الذهاب لما حبوا يلعبوا كوره في الشوط الثاني قدروا اللي هم يلعبوا وضايقوا الاهلي بشكل كبير جدا. وماتش العوده مش هيكون شبيه بماتش الذهاب، الوداد مش هيكون متسرع علشان يجيب جول، لان هو كده الجول اللي جابه في اخر الماتش ده هيدخله ماتش العوده بهدوء اكتر وباستقرار اكتر وبتوازن اكتر. والصراحة كمان اللي هيساعد الوداد هناك الجمهور، ان جمهور الوداد من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه واحنا عارفين جماهير المغرب عامله ازاي، مش هيكون هادين ابدا في ال 90 دقيقه. وانا الحقيقه يعني زعلان جدا ان جمهور الاهلي في اخر الماتش بداوا اللي هم يرموا ازايز على لعيبه الوداد وهم طالعين، ودي حركه هتصعب الماتش بشكل كبير جدا على الاهلي في ماتش العوده، لان جمهور الوداد مش هياخد الموضوع ده. ممكن دي يبقى المردود من اداء السيء الحكم برضه هروح بالهشام فيها بعد كده. بس ما اللعيبه ملهاش ده، اللعيبه ملهاش دعوه يعني، اللعيبه ملهاش دعوه جداً. انت الحكم اللي ضايقك، بس اللعيبه بتاعت الوداد ما ضايقتكش في حاجه. يعني الناس اللي في المدرجات ممكن تبقى طلعت غلها، لكن انت ما عملتش حساب لعيبتك في المغرب هيحصل فيها ايه بالظبط. فدي نقطه اول حاجه، سيبك ان انا متاكد الحمد لله، بس الامور عدت على خير الحمد لله يعني الحمد طبعا لله. بس سلوك ما كانش ليه لازمه اه بالظبط. يعني انت زي ما الترجي ضر جمهور الترجي ضر الفريق بتاعه، ضرر كبير من اسباب الخروج. انت انا عارف ان امبارح ده غضب، ولكن الغضب ده ممكن ياثر على ويحمل يعني الإدارة النادي الاهلي بتروح تزور والعلاقات زي الفل وكل حاجه. انت ممكن بعض الجمهور عمل فعل ممكن اللعيبه تتعرض لضغوط اكبر في ماتش هناك. فطارق اتكلم في نقطه مهمه جدا، اتمنى ان هي ايه تتنسي. بس يعني برضو انا كنت شاهد عيان، كنت موجود في المقصوره الرئيسيه والبعثه اللي كانت موجوده كلها ناس يعني خارجه في الحمد لله في امان، كل الناس الامور عدت على خير يعني طبعا. هم الوداد كمان يعني الحمد لله يعني الامور عدت على خير، ونتمنى يبقى تبقى المعامله بالمثل.